قلنا هاد البت هذا غتخلوا واحد المسابقه اسئله غير بسيطه كاسئله محليه بسيطه القواعد ديال المسابقه تحسنوا مني ها شنو هو بدل من الصغار محشوم عليها. أنا كتبوا لي قالوا لي الشوارف كيجلسوا في ديك الشوارف كيجلسوا في حطيشات ديال الأطفال. حنا هاد الأرجوحات ديال الأطفال اللي ما تكيسناش عليهم راه ما يدوزوش حتى شهر. ومسروقين كيسرقوهم زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. حنا ما تصلح لنا حتى حاجة. جبر الطفل مسكين جالس كيتفرج في حطيشة والكبير كيتزحلق. اه ما بداوش. وانا شفت بنات كبارات جالسين كيتحطشوا. القلب ديالنا ميت السي اكمل. عليكم السلام ورحمه الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مقهى جان جيني المطل على الفضاء باب بحر. كورنيش باب بحر نطل عليكم مرة أخرى من هنا أنا وصديقي أستاذ أقميم محمد اللي كان استغلوا الفرصة نتلقوا معه مرة لأنه في عطلة. والمنظر يغري بالمشاهدة رغم الرياح. كاين شوية بعض الرياح لهذا اخترنا في هاد المقهى ديال جان جينيه ديال حميد بوعيون مخبعة شوية من البرد باش ندردشوا معكم شي شويه. ومعنا دائما الاستاذ اقميم مباشره استلاغاش ومازلنا في استلاغاش. واليوم هو 6 فبراير 2017 والساعه بالضبط هي الساعه 5:22 دقيقه. اهلا وسهلا حللتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم فهاد اللقاء هذا ان شاء الله غيتخلوا واحد المسابقه بسيطه مسابقه شعبيه ماشي شي مسابقه ولكن غير بحال غادي نشطوا مع بعضنا بعض الاسئله الخفيفه على مدينه العرائش. سي اقميم مساء النور. مساء الخير مساء النور للاخوه سواء في ارض الوطن او خارج ارض الوطن. تحيه من مقهى جون جيني اللي كيسيرها السي حميد بوعيون غني عن التعريف. نتمنى لكم تقضوا معنا واحد لحظات جميلة أنا في مدينتنا الجميلة رغم ما تعرفه من انتكاسات. وليست بأن المشارع هنا كثيرة ولكن انتكاسات كثيرة. شكرا الله يكرمك أخي. كؤوس شي نزلات خاصة اخي احمد كحلانة صحاب قهوة حليب معليش واش دار لا هادي سكر ولا ما دارلاش سكر؟ الله غاتصاوب معايا تي انا صافي لا صافي دار لها سكر صافي مزيان. بصحتكم بصحتكم الصحة والراحة. عند اخي احمد المشاريع كاينة كثيرة ولكن الصحة الغرباوي بصحتك الغرباوي بصحتك حفصة النجلة ديالكم المصونة. مسكين الله. ومعنا الدراري ديال ولاد الصخار معنا حسن تميري شكرا الله يعطيكم الصحة. معنا رحمة منون فيف لاغاش لاغاش كتباتها مقطعة لا بوحدة وغاش بوحدة. ميديترانيان مساء النور ابراهيم شكرا ابراهيم قنيدل صديق ديالنا اللي مشى هرب علينا منين كتبعنا السي ابراهيم. كمل السي اقميم كمل الكلام ديالك. لا بلا ما تمشي لي شوف الاخوان يشوفوا المناظر وحنا كنتحدثوا فهمتي اخي احمد. نعم يعني بكل صراحه لا تبلاتي نشوفوا المنظر الضباب لينا ما عرفتش مالو. صافي الان مزيان بكل صراحه. اليوم كنت كنتريض عاوتاني في الامبيكا اخي احمد. يا اخي بغيتي تقول لنا راه تريضتي اليوم. رياضه ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علاش لماذا تحوقين احجار لماذا تحوقين؟ لان اين المسؤولين؟ اين المسؤولين عن المياه والغابات ومحاربه التصحر؟ اين المسؤولين في مجالس بلديه؟ اين يعني القياد ديال الدوائر؟ شنو شفتي؟ كنشوف المصيبه تما لي تريبورتور مول الموتورات كيخوو الحجار. بسيط نهضرت مع واحد اللحيه طلاني
قال يا اخوان لا ماشي حرام هذه الحجار. قلت له الحجار قال لك ماشي الزبل. قلت له الزبل يقدر يولي غبار اما الحجار كيبقى. قلت له شو ما عليك. جا واحد السيد عاوتاني صب له ولا حياه اللي من تنادي. بالنسبه للاشجار مازال الاشجار تما على الاشجار ويعني واحد واحد ولا يتم سرقه غصونها كاريتي واحد ما لا مصيبه. وعاوتاني في هاد الحاطيش ديال العواء الصغار الكبارين كيكرفوا فين فيهم فين لا 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 ديال الباركوت لانتيكو ديال السبوعه راه كلشي في هاد المدينه كياسي اكبر بزاف 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 كلشي في هاد المدينه كياسف للاسف. لا والو المجتمع ديالنا والو خص الدنيا مكرفصه ننزل عليهم خصنا ننزل عليهم بالموطه. حنا ملي كنا صغار تاكس على البومبيه ديك لوبول صغيره 5 درهم 5 درهم 150 فرنك اليوم. والله الا قريت واحد وصيفطوا لي في الواتساب واحد واحد الصوره كتحكي على ان البصق في ابو ظبي في الشارع الغرامه ديالو 2700 درهم مغربيه. بصق في الشارع في ابو ظبي. خلي دابا ابو ظبي هنا انا كنعقل انا في الستينات والسبعينات بالله العلي العظيم لما يعني ترمي السطاد الماء في حدا الشارع الموطا جوج الصايد ديال الله يرحمه واحد وخدميه كيدور العريس كله حديت ولا حرج. 5 درهم 5 درهم كتفع من الدم اصاحبي راه من الدم مغربي راه بحال والله العظيم راه بحال وبحال ديك حكيتي ما والله ما بالله العلي العظيم نزل عليها صاحبي بالدعائر نزل عليها بالموطا يتعلم اصاحبي شوف. شوف حنا راه عمرنا ما نزلوا على شي حد دابا الكورنيس شفت شحال ديال المصاعب راه عمرنا ما نزلوا على شي حد بشي دائره وحنا كنشوفوا المنكر وكنخليوه وما شاء الله ما شاء الله زعما راه والله الا مشكل غير ما فضا غفلونا ما كيهمهمش كاع كيف سي كيتوارط ديال في طنجه ولا في الضباط ويجينا لنا العريس كيتوارطوا ديك الكرسي فسادا عن فساد الله يجعل السلام. والله والله العظيم محسوبه ولا احد يحرك سكينه. المشاريع كاينه مزيانه في العريس كل شيء ولكن خصها لو سويفي خصها المتابعه والمراقبه وخصها ماشي بنادم الفلوس ديال يعني الفلوس ديال العموم ديال الشعب يمشيو هباء. والله يا اخي شوف نطلقوا عين من نفسنا ربي وليداتنا احسن تربيه. وانت تربي ولادك وحنا كنربي ولادنا والاخر 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 ويفرج الله لانه راه القلوب ماتت السي اكميم راه ما شاء الله وصافي والله. والو خير القلوب هو السيد بالملحيه وخالك متقي الله وكيخوي الحجار قال لك لا هذا ماشي اداء. واش شتي الملعب كيفاش صورنا هذاك النهار؟ الملعب كي داير الحاله ديالو؟ الملعب جديد هذاك اللي عمره ما كانت عنده الحساسيه جلس تما تصاب بالحساسيه. والله يا ودي فين هما فين هما الموظفين البلديه فين هما فين هما يطلعوا يمشيو يشطبوا تما كلشي ما كايناش الكبيبات حنا دوزنا دابا عاد شتي شحال الشيء العمراني قال لنا راه كاين جوج مكلفين قال لنا راه كاين جوج مكلفين بالنظافه وفينا هما. هو انت تدفع الكبيبات دابا تشتي الحاله يغتى لها انت انت تشتي الكبيبات دوزناها كلشي يعني المسؤوليه ديال ديالها ولكن لا شطاب شطاب هيدا اجي بما اننا باغي نبدلوا السميه ديال الصفحه علاش ما نديروش نسميوها العرائش المنسيه؟ والحقيقه هذيك اللي خصها ماشي منسيه ماشي منسيه. انا دابا الاخوان الاخوات اللي كيتبعوني اقترحوا علينا شي اسم ماشي العرائش المنسيه بغينا هنا العرائش كاين منها ثلاثه ولا اربعه ديال الصفحات بغينا نكونوا منفردين نديروا صفحه خاصه بنا الا ما قلدوها من بعد عاوتاني ولا لا نذكروا شي اسم جي ونكون وعييت نقلب اخي انا دخلت لجوجل كنقلب. انا قلت لك نوغاس البحر نوغاس نوغاس البحر ايوا ما لا لا شي واش انت غتلقى الانسان تقول له معاك نوغاس البحر ايوا الا صح كنت فين هاد الجبار هاد المناطق خلاها سبقونا بالعرائش عيد الاباد والعرائش بيتونا والعرائش مدينتي ايوا نعملوا العرائش نديرو العرائش لكم ايوا صح مني لكم ياك العرائش لكم ماشي العرائش لنا لا العرائش لكم. انا باقي كنفكر يفتح الله كيقولوا اخواننا اش كيقولوا خصنا التعليقات ديالهم السي محمد الدغيلي تحيه للسي محمد الدغيلي تحيه عرائشية لكل محبي الصفحه وكاين اخوانا خي مدمنين على هذه الصفحه ايوا خصهم الله يحفظهم زعما يستاهلوا كل خير الاسئله نجاوبوا عليها حول المشاريع حول اي مشكل كاين في المدينه. شكرا ابراهيم حنيدل شهيتنا في هذه الجليسه هشام لاراش هذا اللي قال من ولاد صخر قادر لاراش منظر واعر انتم اللي واعرين ابراهيم خصهم يحافظوا عليها. انت تشوف اخ احمد تشوف هما الناس عن اللغه الغاقص هنايا تشوف وعلاش كيرميوها للاسفل دابا الغاق قهوه دابا مولي المقاهي هما خصهم فين هو هذا الغرس هذا الاعشاب ياك هذا الاعشاب عينوض مزيانه
الدار. لا تولي مع المده. شوف الاوساخ بعد مع المده ان شاء الله تولي خضراء. دابا هذيك الاوراق ولا هذيك الميكات ربما جا بها الريح. لا ما كاين بو ريح غير كيرميوها من هنا لهنا. انا السول ديال الديف الصباح كيرميوها ومازال هادو يخضروا متسطول هاد الزبل تما. والله يهدينا الله يهدينا. شفتي ديك الجهه الاخرى اللي كيعدلوها غير الامواج ذاتها ديك الامواج عاتيه. كان الله يحفظ تسونامي هنايا. فين فين؟ هنا حدا اللاله زوينه تحت ضد الغرباوي. هذيك البلاصه فين يعدلوها مشى فيها النص دابا عاد يعدلوها عشان. واش طاحت ولا داك الشيء اللي بناه ولا شو؟ الامواج صار حجر وصلوا تما غاطا حجر وصلوا تما. نظرة على وادي اللوكوس. امواج مازال البحر هائج. وعمركم شفتوا الواد فيه الامواج؟ ها هو الواد فيه الامواج دابا يلا. باش تعرف راه الاجواء مضطربة. ماشي عادية. الحمد لله الشتاء الحمد لله. ساعة اخي احمد الانسان يحب الوطن ديالو بالحقيقة. باش عارف في وقت كرة القدم المغرب 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 كله في القلب خصو يكون سواء في كرة القدم ولا في السلوك الاجتماعي ديالنا سواء في فهمتي عدم رمي النفايات في الطريق والاوراق يعني السلوك يكون حضاري نعملوا الصف في الاب كيرمي شوف الاب كيرمي الابن كيرمي الام كترمي ولا من والدار ديالو كتشوف نقية ولكن الباب ديال الدار ولا الزنقة لا 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 ما كنظنش دابا اللي كيخرب على برا راه كيخرب حتى في دارو كيخربوا بطبيعه الحال لا كون هاني لا لا في دارو ما يخربش اللي ماشي نظيف على برا راه ماشي نظيف حتى في دارو كون على يقين الله يهدي ما خلق وصافي نتمنوا يجي شي حد اللي يرد بهذا غابه من احسن غابات في المغرب واخا يكون اولمبيك هاد العرايش غيكونوا يتخرجوا منا ابطال ويتخرجوا منا فهمتي يعني وهاي دابا هذيك ديك الفضاء ديال الاولمبيك اللي كيعدلوا حدا مدرسه بن زيدون جميل ولكن راه باقي كيغدو كيرميو فيه السكومبو دابا الحجار فين حشومه حشومه باقي ما تكمل باقي الخدمه ولكن دوك يرميو فيها علاش كيرميو فيها الرجف الله كتبوا لنا بالعربيه الله يفتح عليكم سي محمد الغرباوي كي داير تحيه للاستاذ الغرباوي والابن ديالو الاستاذه وكل بارك الله فيك السي محمد الغرباوي حتى انت راك عزيز عرائش لكم هو قال لك مزيونه هاد العرائش لكم الغرباوي العرائش لكم هذيك اللي نعملوها صافي صافي العرائش لكم وصافي مشات مشات العرائش لكم العرائش حيت شنو هادي هشام حيت واميت ولا شنو نحيت ونموت نحيا نحيا فيها ونموت فيها ونموت صعيب تقلع بحال الكلام ايمن الحليمي ابناء العرائش انتم ابناء الحليمي اش كيجيك السعيد الحليمي وكاين حليميين بزاف كاين عبد الرحمن الحليمي استاذ المعهد الموسيقي عبد الرحمن كاين بزاف كاين الاستاذ ديالي الحليمي الله يرحمه الدغيلي الله يرحمه ويرحمه الحليمي الدغيلي كيقول لك العريش مدينه أول ما سميت بهذا الاسم العريش لكثرة العريش في ذاك الزمان هذيك في عهد مولي هذيك في عهد قبل عهد مولي محمد عبد الله وعهد مولي اسماعيل كانوا كيعملوا العريش حدا كانت مدينة الشميش وحدة هذيك مدينة رومانية وكانوا كيعملوا على جنب الواد كانوا كيعملوا المنازل ديالهم بالعريش وسميت اسم العرائش جمع عريش هو عرائش العرائش مازيل الهواري نابليون تحية لمازيل الولد يسلم الوالد الوالد يكتب الوالد وسلمنا على الحاج يسلم عليكم الله يسلم ونجي شكرا اخي سلمنا قصقنا الحاج تحياتي شكرا ان شاء الله شكرا فيستيفال والكرنفال ديال عبد الصمد الكفاوي ان شاء الله نتلاقاو في الصيف ان شاء الله في الميدان الرياضي عندنا جوج النتائج اللي عارفين ان فريق شباب العرائش انتصر على فتح ويسلام 4-0 وفريق وفاء العرائش نهز مع وفاق العوامره في مدينه العرائش بجوج لواحد هذا فريق الله دخل ماشي دخل البطوله باقي ما توصلناش بالنتيجه ديال البنات اللي لعبوا في المحمديه ايوا خصك باقي لا حديث لا حديث لا حديث نعيطوا للسي الوطني يعطينا ربما يكون تبعنا السي سعيد يقول لنا شنو كاين البنات انطلقوا بثلاثه انتصارات وقبل نهزموا جوج الهزائم وكنتمنى ما يكونش نهزموا هزيمه الثالثه لان في الصفحات ديالهم ما كاين والو
اخي احمد، هذا الفريق النسوي ديال مدينه العرائس اولا خصنا نشدوا عليه الدو بحراره. نعم. لان اولا كيمثل الاقليم ككل، لان الفريق الواحد اللي في اقليم العرائس قصر ما عندهمش العرائس، رغم دابا شي 50 هما كيخدموا واستطاعوا باش يطلعوا الكاس الوطني الثاني يعني ديال النخبه. نعم. راه واحد هذا واحد تمره ومجهودات ديال السي سعيد الوطني وحسن بغار نحيوه هو اللي معاهم زعما تبارك الله عليهم. كونوا لنا فريق نسوي من الطينه ديال القسم الثاني راه ماشي بالسهل. القسم الثاني مع مع فرق كبيره ماشي، ومن هذا القسم الاول راه ماشي بالسهل. حنا الا دوزوا لنا عام ولا عامين في هذا القسم وطلعوا القسم الاول راه واحد والشباب على الله تكون انطلاقه، يكونوا صحوا الاوراق ديالهم وتكون واحد الانطلاقه ان شاء الله باش يحاولوا ما امكن يتفادوا السقوط. نبقوا مع ديك الثمانيه الاولى على ربي، على ربي يجيبوا انتصارات وفي هذا المنبر كنحيوا حتى الاطار التقني. نتمناو السي سعيد يقول لنا النتيجه، لان 100% احيانا كيكون معنا هنا ونتمناو يكون معنا يعطينا النتيجه. وكي كانت الاجواء ديال اللقاء، اسم الصفحه المقترح محمد دغيلي العريش مدينتي. لا هذه سبقونا، هذه كاينه هذه وليس العرائش مدينتي. قال لك العريش مدينتي. لا ما يمكنش يعني، ولكن العريش مصر، كان في مصر العريش. لا بغى يقول لك العريش. اي ولكن مدينه العريش كان مصر يقراها العريش. اظن انه بغى يدرجها كامله العريش مدينتي مثلا، لا حيت كاينه ما خصناش نكونوا شباب. شي صفحه اخرى حفصه بابا مروح الله يشافيك. شويه الحمد لله، شكرا بنتي. اش مروح هضر انت شويه شويه دابا. وانا اكتشفتك وما بغيتش نقولها لك. ياك مروح، اذا اصيبت بداء الرشح بالزكام. خلينا دابا بالزكام معروف داء الرشح. ياك الله يشافيك السي عقل. ندعيو مع السي عقل يشافي الله سبحانه وتعالى. امين يا رب العالمين. الله يشافيك اخي. الروح كيقولوا مرض الشميت. دابا يفوت ان شاء الله سبعه د الايام ديالو، سبع ايام ديالو كيفوت ان شاء الله بحول الله. غير هو الروح كيبغي المقاومه، وانت تبارك الله جيتي تالمقعد بوعيون راه قاومتي. لا الحمد لله، وانا تغيب الصباح ما مصريه بزاف. الناس كيتصاوبوا الروح كيمشيو ينعسوا. لا لا ما كناعسوش. الروح اللي كينعس له الانسان ما نوضش. ما غاتنوضش كتنوض بالكوك. محمد الهواري منور اقميم مدينتي العرائش الجميله وستبقى جميله دائما، تحيه لكم. الله اكبر الله اكبر. كانت هذه واحد السيده نسينا الاسم ديالها الحقيقي. المهم الله اكبر من كل شيء. شكرا. هذه صديقه شكرا. نعم نعم ابراهيم قنيدل الله يشافيك اسيدي. انت ايوا الله يشافيك. انت محمد العواري الله يشافيك. سي احمد الغيلاني فريقش الله يشافيك. ايوا الله يشافينا كلنا. الله تعالى يشافي الجميع هادشي اللي كاين. يا ربي امين. وحق لي صدى واحد مسكين راه ماغي طارح في راسه. الله يشافيه مسكين. امين. بوا ديال سي احمد محمد الشرفي قال لك سميوها صدى العرائش. صدى العرائش كاينه تبارك الله اخي الشرفي في برشلونه. كاينه صدى العرائش ديال الاخ محمد عزلي. تحيه للاخ محمد عزلي اللي كاين عنده صفحات كتهضر على تاريخ العرائش. عنده صدى العرائش وعنده كيهضر على التراث وعلى ال... سلمنا على اللبني، سلمنا على الاخوان ديال الجامعه الجديده اللي في برشلونه. شكرا. ميديترانيون ليون تبقى الصفحه مميزه رغما عن اي منافس، نفتخر بصفحتنا. شكرا اخي. كما قلت السي اقميم قبيله قلت له نقترحوا على المتابعين ديالنا واحد المسابقه بسيطه هكا شعبيه خفيفه، قد ما تقدر ما تعجبش البعض ولكن كنظن غيكون عندها الاقبال. حنا بحال غادي نشطوا مع بعضنا وصافي، اسئله محليه والفائز غنعطيوها السي اقميم. احمد الوالدين. نعطي شي جائزه احمد الوالدين الجائزه. النادي المضافين غيتبنى شي جائزه. ايوا هذيك حتى نجلسوا مع الاخوان ونعملوها نعملها مزيمه ما كاين حتى مشكل. جائزه المختار. صاك. ايوا كي كيقولوا غنجاوبوا على واحد الاخ قال لك الشعر بوعيون. اسكن على مازال الهواري. السلام على الشعر بوعيون. لا اسمع لي ابو عيون ان شاء الله حميد غنستضفوه في شي جلسه قادمه ان شاء الله. هو ماشي هنا دابا بطبيعه الحال راه هو انسان كعب الشيع الذكر، فاننا اتصلنا به باش حولوا لنا حنا مسكين الفوقي السيد اللي معاه فتح لنا هذه البلاصه هذه. شكرا جزيلا. هو في الدار دابا. نعم
خاصها تفوز ان شاء الله اليوم خاصها تفوز يا احمد بزاف ديال الفنانين ان شاء الله عندي بزاف ديال العناوين ان شاء الله والله الا نصطوا الاخوان ان شاء الله في نادي موظفين في الشرفه ولا في ماشي مشكل حنا موجودين وبحال والو نجيبو عاوتاني على الدين ديوا معنا البحر ونشطنا شويه عاوتاني ديك الكلمات ديالو على الدين القاسمي مرحبا السي على الدين راه توحشنا الفيديوهات ديالو مازال كيتبارطاجاو بالالاف ما شاء الله هذاك السيد هذاك والله هذاك الفيديو اللي كنتي درتي معاه هادي 6 شهور فيديو خارق في درب الجوع فيديو خارق العاده يا اخي مازال الان كيوصلوني لي بارطاج ديالو مع انه مرت عليه شي 4 شهور دابا ولا اكثر كثرنا 6 شهور هادي زعما ما شاء الله خصنا شي واحد اخر بحالو هكا ان شاء الله دابا الصفو ديوا معنا راك درتي واحد وخيلا طلع الوزان قال لك درتي واحد مفاجاه السي اكمي بديك الفيديو راه ما شاء الله هو مسكين راه عيا قال لك راه يتزوج الله يكمل عليه بالخير نعاونوه الله يكمل عليه بالخير لو كان في الاستطاعه ديالنا لا ونعاونوه بشي بركه مسكين ما كرهناش والله ما كرهنا راه هذه بالاسبانيه بشرى نور كتكتب لينا بالاسبانيه كينيا كيريدا لاغاتي حبيبتي العرائس استا بريسيوسا تينيس لا كوسا ماس بونيتا دي نورتي زعما هي احسن من مدينه في الشمال و حبيبتي العرائس وبريسيوسا يعني بريسيوز يعني ثمينه مدينه ثمينه يعني كتغنى المدينه ديالها بطبيعه الحال محقه انها مدينه جميله لولا لا حول ولا قوه الا بالله ما نزيدو بكاء على الاطلال كما كتقول انت السؤال الاول متابعين معنا ياك السؤال الاول نشير ان الجواب الاول غادي يكون عنده مول الجواب الاول الاسرع عنده جوج نقط ومول الجواب الثاني الاسرع عنده نقطه ومن ثلاثه الفوق صفر نقطه نعم ها واش متبعين معنا المهم اللي غادي يشارك معنا يكتب انا باش نعرفوا واش كاين شي مشاركه ولا نديروا بلاش نقدروا نتحكموا السي اكمن في الالوان انت شوف دابا هذا مزيان يشوف الاخوان المناظر شويه المناظر ماشي طبيعيه واخا الاشغال الجاريه على قدم الوساق في هذا الكورنيش ان شاء الله نطلب الله تعالى تبارك في الصيف يكون مكمل على الله كاينه مازال هواري مشارك كاينه رحمه شنو هذه رحمه مرون مشاركه كاينه كاين ابراهيم قنيد المشارك تبارك الله الغرباوي حتى هو مشارك حفصه حتى هي ناطاليا امين حتى هو مشارك حفصه انا واخا طرنونا ها الخطر نونا لا بنتي لا بنت صغيره هي الاسئله ستيتوا بنتي غير الحفيده ديالي عليك هذه حفصه حفصه بنتي كتقول على خاطر نونا خاطر قالت لك واخا زعما هي مساليه تشارك ما كاين حتى شي مشكل حنا كلشي غيشارك معنا حفصه راه في واقع هل شفت ديك المركبه اخي احمد ممكن المهم بعد قليل غتبدا المسابقه ردوا بالكم والاسرع هذا هو اللي سالنا على الاسم ديالو وجاوبونا ديك النهار هذا واقيلا الكيلو هذا كنظن ما نظنش هذا كنتبع معنا واحد الاخ الله يذكره بخير سمير الزبير مساويد تحية الأخ سمير صديق طفولة ودراسة شني كيبنيو تما في دوال راش هذيك تما المركز الثقافي لها هنايا ما عرفتي واش كتقصد هنا قريب لا هنايا كاين مراحيض والباركينات والألعاب للأطفال وملاعب القرب كاين بزاف ملاعب القرب ملاعب صغيرة هو وكاين السونتر كولتيغيل اللي راه كيتعرف المركز الثقافي المركز الثقافي نقربوه المركز الثقافي مركز ضخم مركز كبير لان الارض ديالو راه كيعملوا لها بزاف دابا عملوا لها ولان راه جات جنب الواد راه ما عرفناش راه كيقدر الواد يحمل كيعملوا السيس كبير تبارك الله عليهم راه كيحموا ليل نهار يلا واجدين السؤال الاول يلا السؤال الاول اللي جاوب الاول عنده جوج نقط يلا اللي جاوب الثاني عنده نقطه واللي موراه ما عنده والو الله يحسن العون السؤال الاول واش رياضي ولا لا لا متنوع هذا لا سؤال متنوع. انا نعطي سؤال ديالي لا انا جمعت الاسئله السيئه يلا جمع يلا تبع معايا الله يجزيك بخير اسمع حي بمدينه العرائش ينتهي بحرف هجاء هذا هو السؤال الاول احنا في انتظار الاجوبه حي او تجزئه
في مدينة العرائش. شكرا سي سمير الجباري كيحييك. تنتهي بحرف هجاء. السؤال ماشي صعيب كي ظهر لي. في انتظار الأجوبة سيك ميم عندك شي جواب ولكن ما تجاوبش انت. الهجاء تمنوع. حي أو تجزئة بمدينة العرائش تنتهي بحرف هجاء. سؤال سهل بسيط. حروف الهجاء ذكر إخوان ألفون باءون تاءون إلى آخره. مازل هواري جوج نقط. جاوبنا الجواب صحيح مازين بيباتر. ودابا ما غاديش نهضروا. صافي ناطاليا امين غير بلاتي ندير واحد الطابلو بحال هكا. يلا مازين جوج. مازين هواري جوج نقط. ناطاليا امين نقطه واحده. ناطاليا والو ما نزوبش انت ولا بنتك ولا شكون دابا عاد لو كينزلوا دابا الوفاء الوفاء الوفاء. كنتاسفوا الاخوه اللي باقيين راه جاوبوا مؤخرين بحال دابا محمد الشرقي جاوب الجواب صحيح ولكن هو الثالث ما عنده حتى شي نقطه. محمد الغرباوي هو الرابع. الحاج الشرقي ولا لا لا الحاج الشرقي راه سميتو احمد. احمد الشرقي عمر عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم قنيدل حتى هو جاوب الجواب صحيح ولكن شكون اللي كيستافدوا الاول والثاني. جوج نقاط المازين ونقطه واحده لناطاليا. وانتظروا بعد قليل غادي نطرحوا السؤال الثاني. سي اكميم الجو بدا كيتبدل. ايوا هي حنا تنوصل الماء ان شاء الله مع كان الجو صيفي وكان جميل وما كنتيش كت هذا الكورنيش ما كنتيش كت ما كنتش كيبان لك زعما خاوي كيظهر لي دابا الاجواء شويه ربما قد تسقط المطر. واش كاين شي ارهاصات ديال المطر ولا ما كاينش؟ كاينه بعض البريسيبيتاسيون يمكن يكونوا هذه الايام تكون شي بعض. الله يرحمنا على قد نفعنا راه كان عرفتي هز التليفون ويدي متلجه. شنو قلنا السؤال الاول كان على كان على حي الوفاء ياك. يلا عمل السؤال الثاني. السؤال الثاني اذا حي الوفاء وصحح ياك. واحد الكاتب كاتب فرنسي مدفون في العرائش. يلا السؤال الثاني هاك تضحك زعما قريب لينا قريب لينا قريب لينا. والمهم سترنا الله يستر. كاتب فرنسي مدفون في مدينه العرائش. شكرا قنيدل. انا غير نقلت. ابراهيم قال لك اسرق الجواب. اسئله راه كاينه رياضيه كاينه. عندنا هشام الشيبي هذا عاد دخل جاب الجواب صحيح السي ايوا هشام الشعيبي. هشام الشعيبي هو جورجيني. الاجوبه موجوده ولكن كما قلنا الاول والثاني اللي كيستافدوا جورجيني. عندنا عندنا هشام الشعيبي. هشام نقطتين. هواري ما جاهمش عليها. لا والداودي جواد نقطة. داودي على ذكر جون جيني هو كاتب وشاعر وروائي فرنسي مات في 86 في فرنسا وكان نزيلا في غرفة بأحد الفنادق في باريس وخلف واحد تيستامو واحد شنو كيعيطوا له تيستامو. خلى ملي كان باقي جاك شيراك قال لهم بأن خصني تدفنوني في العرائش. شنو العلاقة اللي كانت كتربطوا بمحمد شكري؟ داير عليه كتاب. كانت صداقة داير عليه كتاب جون جيني. الشكراني هو الصديق ديالو الله يرحمه واحد الصديق كامل الحديث السير هو اللي كان معاه هنا في العرائش وسرى له الدار وكان اديب كبير. انا كنعرفو بالصفه ديالو حتى مات عاد بديت كنعرفو بانه هو واحد اديب فرنسي عالمي كان في العرائش. عاد كنقول هو هذاك المصلح. وكان قريت له واحد الكتب نوتر دام دو فلور بياس تياترال. قريت له يوميه ليس لو جورنال دان فولور كيتكلم على الحياه ديالو ملي كان صغير ملي مات تيماه وما كيعرف لا يماه لا بواب. عاش بحال ان باطار بحال شنو باطار فرونسي. عاش بلا بواب لا يماه الا مسكين يتيم ولكن ساقيط شنو كنقولوا ساقيط ولا ياك لقيط لقيط عفوا عاش لقيط وكيدخل السجن الصغاق هذه. يعني الحياه ديالو كانت مسكينه مسكين كان حزينه وكان كيحب الفلسطينيين وكيحب العرب وكيحب العرائش بصفه خاصه. هذا جون جيني هو كاتب عالمي ورفض بزاف ديال الجوائز. كانت جائزه نوبل للادب كان يعطيوها له وكيرفضها.
بحال ما كيبغيش يشرف انا مازين كيقول لك اودي انا ثاني واحد ولكن حنا اللي نزلوا لنا حنا اللي نزلنا الاول ها هو والثاني ها هو ما يمكنش كيفاش غنعرفوا هذا الثاني ولا الاول اللي الجواب اللي كيجي مباشره كنعرفوا هو الاول واللي كيجي مورا كيجي هو الثاني عندنا هنا شمس الشعيبي هو اللي يطلق الجواب الاول دابا شكون عنده جوج نقاط والداودي جواد هو اللي عنده الجواب الثاني دابا مازين اللي عنده هشام وكيجي موراه نبيل ام اش جي وكيجي مازين الهواري حتى هو ولكن السي مازين تجيتينا الرابع انا دابا اللي كيبان عندنا هنا انا ما غادي نظلموا حد ثم سمير جباري حتى هو مجاوب صحيح محمد الغرباوي حتى هو مجاوب صحيح ناطاليا امين حتى هي جاوبت جواب صحيح والداودي جواد كيقول لك انا قبل منه عندنا مازين الهواري نقطتين وهشام نقطتين ناطاليا والداودي نقطة واحدة الله السؤال الثالث واحد البطل عرائشي سميتو حيتان كنعرفو بطل عرائشي في رياضة ما سميتو حيتان فاش كان بطل هو فاش من رياضة ومازال الآن كيمارس ديك الرياضة في المغرب ولا في أوروبا؟ لا 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 مهم عريشي وكيشارك في بطولات جهوية وطنية دولية هو ولد بابها سميتو حيتان مالو شنو هي الرياضة اللي كيمارس اللي هو بطل فيها سهلة ترياتلون اسكتنا ترياتلون لا تبقى تبرقي قولها ترياتلون عني ناسي صباح الخير الجري خليك العاب قوى قوى لكن العاب قوى راه بزاف راه 20 لعبه السي مازين العاب القوى راه 20 لعبه ولا 30 لعبه راه ما يمكنش ابراهيم برافو ابراهيم قنيدل جوج نقط ابراهيم قنيدل اسمنا اسمنا العدو الريفي ولا العدو الغابوي قنيدل جوج نقط حيتان ما نعرفوش انا العدو الريفي الجري فدوى لارش جوج نقط فدوى ماراثون قال لك هذا الهواري نابليون ساق منا شي حاجه فدوى نقطه واحده راك الاجوبه من بعد راه كاين اللي كينقال وكاين اللي كيجبد من راسه ولكن الاسبق اسبق هو ابراهيم قنيدل بنقطتين وكتجي مورا فدوى لارش بسي ان شوف هذيك راه ما بقيتش كنشوف مزيان الهواري مازين قال لك الماراثون لا لا والمهم انا حتى الا قلتي الماراثون كون قلتي الماراثون كنا غنعتبروا الجواب صح حتى واحد الدريب قبيبات كاين المهم هو الجري الجري العدو الريفي ماراثون اللي كان ماراثون كاين هذيك الترياتلون الترياتلون هذاك اربع ثلاثة كاين الالعاب السباعية كذلك شكرا ناطاليا شكرا للجميع حنا كنعتبروا الاول والثاني هما الاسبق هذه مسابقة كتسمى سؤال وجواب ولا زدقت لينا غادي نبقاو نديروها مره مره هذا الحراقيه هذيك ولا تلاقينا العام اللي فات واقيلا حنان الحراق علاش كتهضروا انا كنهضروا بصفه عامه كما قلتي سولنا اختي حنان تلقائي ولا عندي شي سؤال مرحبا به ولكن من الافضل باللغه العربيه باش من النتائج مازين الهواري جوج هشام جوج قنيدل جوج يلا عطيهم السؤال ناطاليا واحد الداودي واحد وفدوى واحد احنا دابا الأجوبة اللي كتوصلنا كنقطعوا ليها هاجر منظر جميل تدخل ودخولكم أجمل قربوا الرؤية شوية ويدي بردات أخي أنا نسدك شوية أنا نسدك شوية وتعملت شوية تقدر زعما ونحرك شي يدك كنحرك يدي أنا نعاونك أحمد ما تجريش لا ما كنجريش شي هذا جريش هي سالينا من حيتان خلينا السي اكمل دابا حنا شي نبقاو نصوروا بعضنا دابا لا خليوا هذا المنظر مزيان قرب لي التليفون قرب لي التليفون نطرحوا السؤال الثالث هلا ها مات ايلي بنادم هذا كتوري للناس اصحابي الاجوبه لا لا حرك شي يدك لا لا سهله زيد خلي يدك السؤال الثالث ودائما الاسرع هو اللي كيدي نقطتين واللي موراه كيدي نقطه واللي موراهم راه ما كيدي والو غير الصلاه على النبي ما اسم شاطئ العرائش هذا اسهل سؤال سؤال سهل هذا
تلقونا الاخ احمد هذا ودابا اسئله شعبيه احنا قلناها لهم هلا نوجدك الاسئله لا لا ماشي قضيه احنا ما نصعبوش واش حنا جينا هنا باش نبقاو نصعبوا وثقافه عامه تكون شحال واحد كيقول لي وانت كتصاوب الشبكه دير اسئله صعيبه وانا اللي درت الاسئله صعيبه في المسابقه ديال كلمه متخاطعه شكون اللي غيشارك معايا يشارك معايا حتى شي واحد شفنا الاجوبه هذا راس رمل شكون اللي قال راس رمل بلاتي راه ما طلع قبل منه قبل منه قبل منه بلاتي تفلو لا لا ما كاينش قبل منه راه انت مشيتي بعيد راس رمل مازال هواري قال راس رمل مازال الدودي عطيه جوج نقط ديالو لا الشعيبي بلاتي الدودي جواد لا الدودي هو الثالث كتشوف شي هضره راس رمل مالك اصاحبي افتح عينك صافي واخا لا ايلي شوف قبل ما كاينه والو لا شنو هو السؤال اللي كتمق انا نعطي واحد السؤال دابا الله يرضى عليك شوف الاسئله عندنا مقنه لا والو انا على ديك الحافله بلاتي دور اخي تتعمل نعطيك الحافله شد مزيان يا مزيان عزيز شكون الاول قلنا مازال الهواري ياك تزيدو اعطيه نص نقطات جوج نقطات كيوليو عنده اربعه زيد شكون اللي مراه هشام الشعيبي واحد عنده ثلاثة نقط كيوليو دابا تبارك الله عليكم مازال الأول في المقدمة وكيتبعو هشام ثم إبراهيم قنيدر ثم ناطاليا ثم الدودي ثم فدوى السؤال ديالي الله يرحم بابك واش كتقبلوا بلاتي واش كتقبلوا أكمي مطرح عليكم سؤال أنا موجد الأسئلة ديالي هو كيبرزطني هاد خينا أنا أعطيكم سؤال عرائشي محط ما تصعبش يا لا والو شحال نعطيو عليه من نقطة جوج صافقين اخاي شي واحد كيقول لك لا انا عاوتاني شنو خاد انا اللي جاوبت الطلاية وهي هاد الفيسبوك دابا كيكتب علينا راس رمل عندهم الصح كلشي راس رمل ولكن الاول انا قبل شكون هذا اللي قال انا قبل رحمة من نون لا رحمة من نون واخا ولكن عندك قبل راه حنا وصلنا معطل راه الغالب الله ما عندنا ما ندير شنو كنا كنطلقوا اخي احمد على الحافلة الحضرية يعني الطوبيس في مدينة العرائش كان جوج طوبيسات كبار بداك النوع الامريكي دابا هادو من العهد ديال الاستقلال بعد الاستقلال بقاو عام السبعينات ودابا شنو كان كيقولوا له اسمح لي معنا في المسابقة على الشبان واخا يقدر يعرفها والله حتى شوف سؤال شنو كنا كنعيطوا للطوبيس العرائش بزاف راه صمكتي الودنين ديال وانا دابا مصمك وعليا كنصمك على الله الطوبيس اخواتي هنا كيضحكوا عليا الطوبيس دراري وخديتي الاذن بعدا لا والو اللي بدات ديالنا تصاكم معنا اختي حنا عندنا ديك ايسي لاغاش كتشوف فيها هو ديما كنعملو حنا اللي كنعملو ديك الفيلم دابا عاد تشوف راسك ان شاء الله صافي اش من قسمه بنتي كتقرا في الرباط شنو كتعمل فيزيك تبارك الله هذيك اسم كريم غيلاني عبد العريش غيلاني كاين بزاف الغيلانيين كنعرفو الاول والاخت انت هي في الرباط يا تبارك الله عليكم كتقاو الفيزيك والشيمي في لافاك تما محمد الخامس ياك جامعة محمد الخامس ولا لا عاد البكالوريا دابا نتوما عريشين وكتقاو تما في البكالوريا اسم الثانوية ياك هنا يد العريش انت تحب كتقولي في الرباط في الباك العفو انا ما سمعت ونتمنى لكم بنتي واحد مسيرة موفقة في الحياة ديالكم الدراسية ونعاونكم وصحتكم صحتكم هذا المنظر شحالكم معنا في المسابقة هذا السي حامد اخي اللي كتسولوا عليها هو السي حامد بوعيون الشاعر ديالنا اخي هو عمل سي تحية اخي الاخوة كيسلموا عليك راه من قطر كيسلموا عليك قطر مازال هواري وكيقول لك خصك تجلس معنا قلنا لهم فرصة اخرى ناخذوها قال لك الشعر ديالك الجميل الله يودي خير وعمل سي تحية للاخوة الاصدقاء سي حامد شاعر اللي بغيتي تدير شعر كتب قصة اللي بغيتي تبارك الله لا ما خي حامد وجدنا شي حاجة نجلسوا شي نهار ان شاء الله وجوجه التحية ديالك شي نهار اخوة صحاب خالصة للاخوان ديالنا وخا معكم مرحبا بكم في الله ان شاء الله في الصيف شكرا خي حامد شوفوا الاجوبة السي احنا تقولين لكم سي انا شنو كنعمل لكم هذا تلقى احمد هيك بقى بلاتي راس رمل انا كنقول الاخر الحافله شنو سميتها اقمي مازين هو شنو قال اقمي هذا قال لك اقمي اسمها اقمي والله يا ودي اخي مازين نعم
تواحد الطرامبية لا قريبة الطرامبية قريبة هيا شو لقد الهواري طاب طابو شوية طاب طابو شو هذا مازال عطيه جوج نقطة صاخي عطيه السؤال ديالي لابد علاش كيقولوا لا طاب طابو الحافلة القديمة كنا كنقولوا لا طاب طابو كانت عندها واحد الكلاكسون بحال النفاخة كيقيم طوط 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 مشات عليها طاب طابو فين هو ستيلو فين طاح سميت به طاب طابو نظرا ان ديك المنبه ديال الكلاكسون كان عبارة عن واحد نفاخة غليظة الجلد كيتكي عليها كامل هذاك هو الكلاكسون كامل طوط طوط مشاو عليها طاب طابو مرمزين شكون الثاني؟ الكاتي لا بلاتي بلاتي راه الفوق لا مازال هو الاول مازال هو الاول والكاتي تحت لا والو مازال الهواري محمد الكاتي محمد الكاتي طبطابو عنده صح بسي الطامبية معروفة حفصها بنتي كنا كنعيطوا لها طبطابو بنتي طبطابو الطامبية دابا شوف دابا حنا كاع ما داير طابي طابو هذا الله اكبر طابي طابو سيد لا جوج اللي كيستافدوا ما كاينش شد الناس المناظر شد الناس انا نشد ها طاب طابو جديده ها هي هذا السؤال شويه صعيب كان سبق لنا استضفنا واحد السيد تلاقيناه هنا واستضفناه في نادي الموظفين عرائشي وساكن في المانيا اسم ديالو مطلوب الاسم ديالو رئيسي ساكن في المانيا استضفناه في واحد المباشر ولا نسيت واخا احمد لا استضفناه واخا استضفناه في نادي الموظفين وتلاقينا معاه هنا في واحد المباشر هنا في القهوه ديال شكون اللي يقدر يجبد لنا الاسم ديالو هذا سؤال صعيب ولكن ضروري نوعوا مره صعيب مره سهل صادفناه في مباشر في نادي الموظفين وتلاقينا معاه هنا في واحد المباشر عزيزه عرفاتو عزيزه لاراتشيا التي تنشوف ما نهضروش حتى نشوفوا الجواب الثاني جباري لا قال لك جباري كيشوف هو الاول هذيك كنا ناقشنا عليه عزيزه شفتو نسيت سميتو ابراهيم قنيدل حمداوي هشام الشعيبي عنده نقطة لا ماشي والاخر عنده اي عنده نقطتين هذيك واحد السيدة وخي سمير عزيزة برافو عزيزة العريشية سمير الجباري اللي مسويت كيحتاج قال لك هو الاول ريشية لا ما كاينش احنا اللي كيبان لنا احنا اللي بان سي سمير بان مازال هو طلعنا الاول طلعنا الاول سمير هو اللي طلعنا عزيزه العريشيه هي الاولى برافو عزيزه احمد الحمداوي حمداني الحمداني ولكن الحمداوي ماشي مشكل حمداني شكون الثاني عفوا شكون الثاني السي اقمي واحدي معايا الله يرحمك انا هشام الشعيبي الشعيبي هشام عنده اربعه النقاط سي طوموبيل يعطيكم السي احمد عمره ان شاء الله 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 تتحفزوا ما صعب عمره اتبع لك الدار يا حمدك يا وي داوي هاد الكونيكسيون عندكم دابا نمشي للدار عمل لي ايسي لاغاش صافي ولد سعد باخي اخي ضيعتوا المسابقة كنت تشاركوا معنا تفوزوا بشي عمرة ولا شي العمرة كاع طرحوا اسئلة يلا يلا شكرا سؤال اخر السي اقميم انا دابا يسمحوا لنا اللي كيطلع لينا هو اللي كان الاول انا هشام بروف انا هشام بروف والحومه هشام الشعيبي ايه تبارك الله على خير هشام تبارك الله عليك وليدي لاباس عليك تبارك الله على الاستاذ هشام الحومه ديالنا اسم مطلوب اسم ديال المسجد اللي قرب البلاصه هذا سؤال سهل اسم المسجد اللي كيتواجد قرب البلاصة قرب السوق المركزي بلاصة السوق المركزي البلاصة اسم ديالو حد الساعة شكون في الصف الأول مازال الهواري بستة نقاط ويتبعه هشام بأربع نقاط
ثم عزيزه العريشيه نقطتين وقنيدل هشام نقطتين. بلاتي لا لا بلاتي شوف اللي جا الاول هشام الشعيبي يعني. هشام الشعيبي ثلاثه النقط و عبد العظيم نقطه هادشي اللي كيبان لنا هشام الشعيبي فيصل هواري هو الثالث هشام الشعيبي ولا ثالث خايفه في المقدمه مع مازن الهواري بسته النقط ثم شكون عبد العظيم العظيم عظيم عنده نقطة ياك نعم الصراع مرير السي أكمل الصراع مرير سؤال آخر مقهى في مدينة العرائش كتكون من ثلاثة الحروف وسط المقهى وسط الاسم ديالها حرف ب مقهى اسم مقهى مطلوب اسم مقهى بمدينة العرائش الحرف الوسطاني حرف الباء أجميم شنو هاد الشيء أنا قبل أوه مشكلة أنا قبل وأنا قبل حفصة راه جاوبت القدس دابز نقطة فيصل هواري جاوب خطأ مازل هواري جاوب خطأ يوسف بوزيبة جاوب صحيح يوسف بوزريبة بوزريبة دبي هذا بوزريبة عندي الصديق ديالي قبل بوزريبة عنده جوج نقط سي مصباح بوزريبة كان معايا كيقري في وعين الشوك بوزريبة عنده جوج نقط شوف لي الثاني شكون كانت حفصه كانت هي اللي عملت قدس لا هذيك قبل هذيك يوسف بوزريبه برافو عليك انا ما نقولوش الجواب ولكن تبعت بعد ديك الباركو وعزيزه العريشيه حتى هي عندها نقطه عزيزه دبي عزيزه فيني عزيزه فيني عزيزه عزيزه دابا عندها ثلاثه نقط في الصف الثالث برافو عزيزه وشكرا للجميع للمشاركه نزيدوا سؤال اخر بسرعه الشارع اللي كاين شارع اللي كتواجد فيه العوينه شنو اسم الشارع معروفه الشارع اللي كتواجد فيه العوينه اللي من الطريق تاريخيه فيها ياك ماشي شغلنا دابا صافي قولها باش نقابلهم الجواب باقي كيجاوبوا دبي المانيا هشام الشعيبي خطا هذا قال لي حتى شباب سي اكميم انا كهول يا اخي انا هواري نابليون شد مزيان شد مزيان حنا كهول دابا وصلنا 58 عسانه برافو سمير الجبيري برافو جوج نقط عاد سي ياك معك الزلاق برافو سي سمير الجبيري باغي يقلق هذا سمير الجبيري انت اخي السويدان انت ستوكهولم انت مبروك عليك شارع الزلاقه صح لا الزلاقه ها ثاني هشام الشعيبي نقطه هشام الشعيبي فين هو هشام هشام اصبح في الصف الاول دابا اصبح في الصف الاول هشام بسبع نقاط وضربتي مازل هو ريحته شكون هذا هشام نعملوا واحد الفصل بيناتهم ولا ديال اش فصل سؤال اخر لا الفصل الاخر لا علاش هو سابق مازين بنقطه ماشي نفس راه عنده سبعه صح وعي سمحوا لنا دابا الاخوان راه اللي كيطلع الاول هو اللي كنحسبوه عنده جوج نقط عزيزه العريشيه جا الجواب ديالك مأخر سؤال اخر عاوتاني شارع الزلاقه الله اكبر جواب صحيح ولكن جا مأخر للاسف السؤال الاخر سي اكميم سؤال اخر وعيكون الفصل بيناتهم لا ما كاينش فصل ياك هما تفصلوا راسهم دابا اللي قريب للجائزه ديال العمره العمره السي هشام اوكي هذا راه كيحفزكم للعمره الله الله عاد واحد الضغه غايبيعها تراكم العوق انت لا قررنا السؤال واقيلا الاخير ياك لا ولا مازال
هشام الشعيبي كيعملها سمير التوزاني. سمير الاخ من امستردام من هولندا روتردام. سمير تحيه الاخ سمير التوزاني شارع الزلاقه فعلا. هبط هبط هبط. هذا عمر طارق قال لك دوخني رواح ياك اخي عمر تفضل على ود الشيخ ديالنا. الله يشافي مرض الشميت طارق. ها عمر بروين صاحب السؤال الاخر. سؤال اخر بروين الصحه اللي كتسمى دابا الكوماندانسيا ولا شنو عندها واحد الاسم. عندها واحد الاسم عربي شنو هو؟ عندها واحد الاسم اياه مكون من كلمتين يعني ان عنده واحد نو كومبوزي مركب ماشي اسم مركب. وشفنا اللي غيجاوب حضرنا لا ميزون دو ياك وما يعرفوها صافي دابا اقميم لا ميزون ما تبقى تجاوب بنتك لا والي بنتي ما تعرفهاش باش شنف ليس منا والله ما تعرف. دابا هذه فرصه المازيل هو اللي باش عزيزه لاغش عزيزه لاغش عامله فاطمه الزهراء هذه عاد دخلت فاطمه الزهراء انا عطيت هاي هي المازيل هاي مازين الثالث وفاتك اخي مازين فاتك السي مازين عزيزه عندها جوج نقط فاطمة الزهرة نقطة. دابا فرصة أخرى نعملوا شي أسئلة إن شاء الله تكون مزيانة في الكرة في أي حاجة في فاطمة الزهرة نقطة ياك. نعم هذيك الساعة ندير لهم الترتيب إن شاء الله. ما تنساوش هذيك الساعة تدخلوا. أنا عندي ودخلوا باش تشوفوا راسكم. الدنيا هانيه زعما شفناكم هانيه. بغيتو تجي تجلسوا معنا نديروا معكم حوار ما كاين حتى شي مشكل. الدنيا هانيه. ارى سؤال اخر. سؤال اخر سيدي. الشارع العوينه جاوبنا عليه. شكون هو الرئيس ديال جمعيه صدى الشمال بالعرائش؟ سؤال صعيب. انا ما كنعرفوش انا ما كنعرفوش. لا كاين اللي غادي يعرف صدى الشمال. شنو هاد صدى الشمال؟ جمعيه صدى الشمال للتنميه. هذه جمعيه كت قول عندنا دي موظفين قولها شويه اللي عندها باع وعندها تعريف في العريش. نادي موظفين الكاتب العام. انا الكاتب العام جديعه. تحيه للسي مصطفى جديعه. وانا الكاتب العام. تحيه للسي مصطفى جديعه الرئيس ديال نادي موظفين صدى الشمال. والكاتب العام السي اقميم محمد. تحيه للاستاذ ديالنا السي اقميم. شكرا شكرا اللي ما شاء الله عليه زعما اينما رحل وارتحل كيعرفوه الناس ما شاء الله. كنحسدوك اخي. لا وصعب هذيك المحبه لله. المحبه لله. هذاك هو راس المدينه هو الحب لله. حسد السي حسد الغبطه ماشي حسد الكره. لا لا حاشا حب الناس هذاك هو الكابيتال هو راس المدينه. شفنا الجواب صاحبي كتخلي كتخلي الردود يهربوا. ما عطيتيش السؤال باقي. لا رئيس جمعيه صدى الشمال. شنو هذا قال لك عبد السلام شنو عبد السلام؟ العمراني لا لا دار الثقافة عامة والو. ولا عرفوا شي واحد اجي يسوق لي هنا. لا لا انا ما عرفتش. علاش ما يعرفوش؟ علاش؟ اللي كتهتم بالمسرح وكتهتم بالرحلات. شكون اللي عرفها؟ شكون اللي عرفها؟ انا ما كنعرفهاش. بلاتي بلاتي مصطفى جديعة. لا لا جديعة ديالنا. راه من لا فامي. عمر بن بروين. بروين ديال الانجليزي هذا. عمر بروين. الرئيس جمعية صدى الشمال ما عرف واحد. مصطفى قال لك وفعلا غا ما يعرفوش. اقميم كنهضر على حوار هو ما عرفش حتى يدير حوار على المغرب اللي افريقيا ولا ما عرفتش شكون هذا. شنو شنو كيعاود شكون ما عرفش يعملها؟ ما نعرف اخاي. خاي اقميم كيدوز الخطاب ديالي. عمر جوي كان كيهضر كيهضر شكون كيهضر انت؟ كيهضر على الحوار. الحوار هو ما عرفش. ما عرفناش السؤال ديالك بالضبط اخاي. وضح وضح اخاي. وضح اخاي وضح. تحيه للسي اقميم. هو سي قول ميم. شكون هذا قول ميم؟ انا ماشي قول ميم انا غا اقميم. زكريا قال لك هو بطاقية. عندك الصح خالد بالله عزيز قال لك لا لا لا, لا. تحيه للاخ عبد العزيز خصنا نصطفوه ان شاء الله شي نهار. الاستاذ ديالنا الاستاذ عقمين هو الرئيس ديالها. شكرا اخي. انا والله ما كنعرف اخي هذا الشمال بالله. احمد عرفنا الاجابه.
بالعزيز لا لا جمعية صدى الشمال للتنمية والثقافة اللي كتقوم برحلات الأطفال وكدير المسرح. إيوا وراه ساكن هنا في القبيبات. سؤال صعيب. شكون غتقول في بحر ماشي إفريقيا؟ عودة المغرب لإفريقيا. ما العودة المغرب لإفريقيا؟ أنا عمر ميدي تلسيك. آه عرفتك السي عمر عرفتك 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 اخي جيتيني على غفله اجي ندير حوار. هاد السيده تلقاني في الرومبوان اجي تكلمنا على كذا وكذا وانا ما موجد ما مهيئ غير اجي ودوي على الرجوع ديال المغرب. عمر طارق قال لك دونالد ترامب واحد الطريقه شكل واحد الطريقه ما شاء الله وصافي. وترامب هذا غنجيو نهضروا نهضروا عا بلاتي يا حسان خاي احمد واش ممكن تكلم لي واش ممكن ماشي اجي تكلم ولا سي اكميم يا خاي اجي تكلمنا على كذا هذا عمر طارق قال لك هو هولندا هو دونالد ترامب هذا يخرج الى امريكا يخرج الى العالم هذا هذا وتحرم فعلو ما عرفش يدير حوار ولا هذا انا كنرفض هذا صافي هذا الادعاء هذا الخاوي شكون هذا اللي قال ما كاينش يدير حوار انت شانق عليا في ساحه التحرير تلقاني قال لي اجي دير واحد الكلمه على اجي مباشره ومالو انا خدام معاك ولا عرفتي الناس علاش انا راه الشيطان انا بواحد الطريقه غريبه شنو عمر جوا شنو كيقول هو وين وين انت شنو كيقول لا ما عرفش قال لك ما عرفش ما عرفش اسمح لي السي عمر اسمح لي مع كامل احترامي راه الطريقه اللي جيتي بها راه ماشي طريقه وانا ما قلتلكش انا صحفي عمري ما قلت انا انني انا صحفي حنا هي كنصطوا شي بطاقه ديال الصحافه حنا هي كنصطوا مع الحباب صافي وحنا كيصرنا انك كتبعنا واخا للاسف على هذا السؤال الصعب انا مقيمه في المهجر عزيز الله عريشي تحيه للسي جمال الرباعي والرئيس ديال جمعيه صدى الشمال سمير بكار لا بكار لا لا جمال الرباعي تحيه للسي جمال الرباعي والرئيس ديال جمعيه صدى الشمال جمال الرباعي كنعرفو لك كان عضو في الفريق ديال النادي ديال شباب عرائش وعنده بزاف ديال الاعمال وهو غليظ غليظ وغليظ وملوي ولويين ولويين لا راه اسم مزيان سي جمال دابا عرفتو ولكن ما كنعرفوش انك الصدى غا في العرين خصك تعرف اخي احمد غا 600 جمعيه 600 جمعيه كتجمع 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 خمسه ولا سته هما فاعلين الباقي عندهم عي الطابع ويمشي يقبط يقبط الملحه من النادي والله العظيم زعما خصهم يتفادوا 600 صافي الله يهدي سي اكميم غنزيدو السؤال الاخير صافي علال قال لك جاي لي هو خاك علال لا سي علال لا هو عبد علال لا هذا راه جاوب عبد العليم عبد العظيم لا راجع هذا راه جاوب خليك خاك هو هو الرئيس ديال صدى الشمال لا 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 للاسف هذا عمر الزوايا هو لا نيتا ديما ما شنو قالنا هذا لا انت لا انت ديما مع ما كتعرفش هذا داخل كيتعادى معنا هذا السيد علاش اخي عمر مالك مع السي احمد انا ما عرفتش انا اخي هذا الزوي ما عرفتوش انا والله ما عرفت عرفتو ديال ميديتال عرفتو عرفتو شنو خدام في ميديتال؟ اه عنده واحد المحل ميديتال حدا استوديو ابي نداء ولا شي حاجه بحال هكا تحيه خاي عمر عمر لا عمر يا الله يا ودي يا عمر هذا عرفتو صاحب الجبيري يمكن يمكن ها هو يقول حي جديد هو صديق ديالنا هذا هو غازي مزيان اخي كيعرفني ولكن ما كنعرفوش سي عمر غازي اخي نعمل معك شي جواب اخي اجي اجي مرحبا بك الدنيا هانيه عاي عما توجه الناس انتقادات من السي احمد راه حنا كنعملوا هادشي عام من عندنا كنصطوا كنبغيو نبينوا المدينة العرائش السلبيات ديالها والايجابيات ديالها ونضحكوا مع الاخوه اللي في المهجر وفي داخل الوطن وهذا ما كان والله العظيم بالله العلي العظيم كنخسروا مجيبنا بالله بالله العلي العظيم ولا عندنا سي دعم ولا شي حاجه الصحفي ما تعرفش الدوي شوف الطريقه حنا ماشي صحفي اخويا علاش لست بصحفي سي عمر الله يهدي انا كنشطوا والله يهديك السي عمر السهوله ديال السعيد وانا كنعرفك بلا ما نسوي انا كنعرف قبل من السعيد انا الوالد ديالك الله يذكره بخير صديق ديالي كنت انت صحفي انا راه ماشي صحفي بوا 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 صحفي لا امتلك بطاقه صحافه ويكفي وغنعطيو السؤال الاخير السؤال الاخير الاخوان استعدوا معنا السؤال الاخير باش غادي نختموا السؤال الاخير مسجد خليك خلي بلا خليك جيب السي عمر شوفوا واش كيعرف التاريخ لا صافي انا عمر عرفته شوف السؤال الاخير السؤال الاخير مسجد في مدينة العرائش
اسمه باسم اسم من اسماء القرآن. اسمه يحمل اسمه باسم من اسماء القرآن. يلا القرآن عنده بزاف الاسماء. ومسجد في مدينة العريش اسمه باسم باحد اسماء القرآن الكريم. شنو هذه؟ الفتح. لا لا بلال بلال برافو ويوسف بو بوزريبه بلال برافو نقطه الفرقان 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 صحيح. وشكون الثاني؟ هو يوسف بوزريبه هبط هو يوسف بوزريبه برافو يوسف بوزريبه. فين هو يوسف؟ يوسف بوزريبه بقينا كنشوفوا والو السي اكمي. يوسف بوزريبه قال الفرقان عاوتاني عاودوا عاود نقال الفتح. لا لا اللي سبق صافي يوسف 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 بوزريبه. هذا يوسف بوزريبه فين عندنا؟ عنده شي نقطه. لا ها هي عنده نقطه ثلاثه نقط. كنهنئوا الفائز اللي هو السي هشام. هشام اش الدودي ولا الدوادي ولا انا عارف. هشام عنده سبعه النقاط ويليه مازن. هشام شعيبي شعيبي لا 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 شعيبي هشام شي حاجه ما عرفتش. لا ماشي هشام اللي قالوا لها هو بلالي بلال ولا لا لا هنا كنهضروا على النقاط جميع. الجميع جميع النقاط عندنا. هشام بان عليك الامان. هشام اش هشام الشعيبي 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 وقيل الدودي. ما عندنا هشام الشعيبي وهشام الدودي في الاول. راه كان كيجاوب في الاول. عنده سبعة النقاط ثم مازل الهواري ستة النقاط ثم عزيزة العريشية خمسة النقاط صف الثالث. هشام الشعيبي زيد زيد راه غادي تجبرو زيد. زيد زيد هشام الشعيبي هو اللي كاين. الشعيبي اللي كاين هو اللي طلع طلع هو غيقول لنا شكون هو. الشعيبي ايوا الشعيبي طلع طلع مره يطلع مره. هشام الشعيبي هو هذاك. هشام الشعيبي انا هو. ايوا صافي مبروك اخي هشام. بس والله ما عارف. والله اخوتي بالله العظيم صفقوا على السي هشام. والله بالعصر يعطيكم هذا الحمد لله. لا بدي غير كنتسناو صافي. السهل كل الخير. السهل كل الخير. السهل كل الخير. السهل كل الخير. شوف السي اكمي اختار اللي بغى نوجدوه له ما كاين حتى شي مشكل. اللي كناخذوه من الفيسبوك عطوه النص ديالو. هذا الاخ قال سون حمزه بوشامه اخ احمد الجران ماشي هو القران شنو الفرقان. لا من اسماء القران. كل من فرق بين الحق والباطل فهو فرقان. ولهذا قال تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. شكرا على المعلومه خي. الفرقان من اسماء القران. نعم من اسماء القران الكريم الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل. حمزه جاري العزيز تحياتي. شنو قال لك كاين شي شتاء؟ شنو الشتاء؟ فرقان ماشي هي. لا عمر بغوي شنو كاين شي شتاء؟ شتاء لا طحت البارح والبارح بالليل الحمد لله العرائش خضراء وطاح فيها الشتاء الحمد لله ما بقاش. باركوا السي هشام الله يخليكم. باركوا له قولوا له مبروك. شنو دابا الجائزه اللي هذا؟ المهم فاز وصافي. صافي انت مسجل عندنا ان شاء الله ديك الساعه فائزين فائزين. وتحيه السي مازن الهواري في الصف الثاني بست نقط كيفرقهم نقطه واحده. وفي الصف الثالث انت عزيزة العريشية بخمس نقاط. ونتلاقاو في مسابقة أخرى إن شاء الله. عندك شي موسيقى خاي؟ ما جبتي شي موسيقى نعطيو نعملوها نخصمو بها. عندنا موسيقى تخاي يستاهلوا كل خير الناس ديالنا ولكن لا خصنا شي موسيقى نعمل الآلة. قتلنا البرد أخاي أكميم. ولا باش حنا مخبعين. بعيوني يدير لنا شي كوخ هنايا. طلع فوق. باقي أخاي شعيبي. السي أكم. تنك تنك لك في الحومه السي تنتلقاك في الحومه السي اكمي. هشام الشعيبي اخي شعيبي واخي شعيبي قال لك ملي نتلقاك اعطيني الجائزه ولا غادي شعيبي. تبارك الله عليك وعلى الوليد الصغير والمصونه الزوجه ديالك وربي يخليك. هشام هذا هو اللي فاز. لا هشام الشعيبي هذا صديق ديالي
مون كوليك حتى هو صديق المهنه اللي فاز بسبعه ديال النقط. هو هشام الشعيبي دابا هو دخل صديق ديالي. ايوا صديق ديالك راه مبروك الشعيبي. راه السي اكمي هو اللي غيعطيك الجائزه. الشعيبي اسمع الجائزه من عند السي اكمي. جنان فرانسيس قال لك عبد العالي وقال لك شنو قال هذا قال لك جنان فرانسيس. سي سمير شكرا للسي سمير. سمير كي داير اخاي باقي عندكم الثلج باقي عندكم يعني الصقيع. شكرا لكم على كل المجهودات هشام الشعيبي. هي هي ياك واخا هشام واخا في الاول هشام ما عرفتوش عاد يا هشام عرفتي؟ لا لا والله يمكن خاصك توجد السيد الجائزة. دابا بزاف قالك الصديق ديالي فيخ ما بغى مرحبا به انا نعطيها له بقى كيبان والو واقيلا السي اكمل والليل خليهم يشوفوا الليل يستكسفوا العرائس بالليل. انت حفصه شحال عندها صفر نقطه؟ ايوا حفصه عندك نقطه. حفصه شحال عندها؟ كتسول على شحال عندها من نقطه ولا؟ نعطيوها ثلاثه يلا. وكتجاوب مؤخره للاسف. لا ايوا. وهي فايلت على راسها في الاول قالت لك انا طرنونه. لا لا بالعكس اسئله في المتناول كان يقدر اي واحد يجاوب عليها. لا ما تعرفش هي كتبقى دابا شحال من واحد كيجاوب هو الاول ولكن حنا كطلع عندنا الثالث ولا الرابع. ما عندناش كاين ما نقدروش نحكموا. سي دابا البرد مقهى خاويه هنايا. سي كمير شحال داز دابا؟ شحال داز دابا؟ انت فهمتي اللي كتعرف اخي التوقيت ديالك شحال؟ شحال داز دابا؟ ساعة وزيادة تبارك الله. ونمشيو نصليو المغرب. يلاه سيدي اخواني اخواتي ما سقيناش بكم كالعادة. كنحييكم من هنا من المقهى ديال البوعيون جون جينيه. وعندنا ان شاء الله مسابقة أخرى بحول الله. سي كمير؟ نديروا ان شاء الله مره اخرى شي مسابقه بحال هكا ان شاء الله. نوجدوا لها شي مكان اخر شي مكان اخر ان شاء الله. نوجدوا لها شي جائزه شي عمره ولا شي حجه. ياك ايوا مكان هنا شي اخر كان عندنا تاع اي 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 سياره كاع باش يكون الحماس. كذبوا على الله. لا ما كنكذبوش يعني كنضحكوا. العرائس مدينه الفرحه اسماعيل ابن الضاويه لاغاش اسماعيل بن الضاويه. بن الضاويه ونتمنوا دائما العرائس اخي ابن الضاويه الاستاذ ابن الضاويه صديق حتى هو في الدراسه العالم العرائشي الفد الله يطول في عمره. تحيه تحيه السي ادريس بن الضاويه. سي ادريس بن الضاويه الصديق رئيس مجلس علمي. الله يهدي ميرسي. شكرا اخاي شعيبي عمر بوايل. شكرا ابراهيم قنيدل. شكرا شكرا جميع الاخوان. فوقاش غيكون المباشر؟ احنا نخبركم ان شاء الله. احنا نخبركم ابو زريبه. واش كتجي من الصباح بوزريبه الاستاذ بوزريبه او لا؟ لا انا عطيت واحد الخبر الاخوان اللي في الخارج العرائس تحتضن واحد لقاء دولي حول المدن العتيقه في 27 وقيلا 28 29 ابريل. لهذا كنتمناو من العرائس تلبس واحد يعني واحد اللباس جميل في ذيك الوقت لان غيكونوا 47 دوله في هنا في العرائس غيشاركوا في ذيك المؤتمر ديال المدن العتيقه. ونتمناو من يعني المدينه العتيقه ديالنا كالبحاره ولا الكبيبات ولا السوق الصغير ولا القصبه يعطوهم واحد تعطيها السلطه المحليه واحد الاهميه حتى الضيوف من يجيو يزوروا مدينه العرائس يمشي بواحد ارتسامات جميلة حول هذه المدينة الجميلة. ونتمنى الله تعالى تبارك باش الساكنة هي تعاون تكون يعني في هذا الموعد إن شاء الله الرحمن الرحيم وأطيب المنى وتصبحون على خير. أنا والأخ أحمد القرشالي من شرفة مقهى جون جيني بالكبيبات وإلى اللقاء. الله